توجه عالمي نحو إصدار المزيد من السندات الخضراء، متى سيصل حجم هذا السوق إلى تريليون دولار؟ ومن أين نشهد الزخم الأكبر عندما نتحدث عن هذا النوع من الإصدارات؟ ما هي المحركات وراءه؟ دعونا نتعرف في هذا العرض بداية على سوق السندات الخضراء والذي استمر بالنمو خلال العام 2021. لاحظوا نسب النمو القوية التي حققناها ابتداء من العام 2014 حتى النصف الأول من هذا العام، وتوقعات بأنه بحلول العام 2030 سيصل حجم هذا السوق إلى تريليون دولار. لماذا نشهد هذا الزخم؟ هو جزء من التحول العالمي لاستهداف اقتصاد محايد للكربون، وبالتالي نشهد بأنه جزء من هذه التوجهات ومن هذه المستهدفات، وطبعا الحاجة الملحية لمكافحة تغير المناخ والتي بدأت تظهر كأولوية سواء بالنسبة للحكومات حول العالم أو حتى بالنسبة للشركات التي بدأت تعمد وتعتمد بشكل أكبر على إصدار السندات الخضراء والقيام باستثمارات خضراء جيدة ومفيدة للبيئة بشكل أكبر. سوق السندات الخضراء في العام 2020 كيف كان الأداء؟ لاحظنا بأن المشاريع الرئيسية توزعت ما بين النقل، المباني ومجال الطاقة. شهدنا تقريبا 50% من إجمالي الإصدارات بعملة اليورو. الإصدارات الأكبر كانت من دول مثل إسبانيا، مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وحتى بالنسبة أيضا للسويد. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شهدنا إصدارات تجاوزت 52 مليار دولار. في الصين أيضا كان لدينا إصدارات ولكنها كانت بحجم أقل مما شهدناه سواء في المنطقة الأوروبية أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الشركات التي تقوم بإصدار هذا النوع من السندات تستفيد من ناحية تكاليف الاقتراض بأنها أقل، وهذا أمر يعتبر جدا إيجابي ويشجعها بشكل أكبر على أن تقوم بالمزيد من الإصدارات. من جهة أخرى بدأ المستثمر يبحث عن الشركات التي تقوم بهذا النوع من الاستثمارات لأنه يريد أن يقوم باستثمارات تحت مظلة ما يعرف بالـ ESG، الاستثمارات الإيجابية الخضراء والتي تحافظ على البيئة والتي يكون لها أثر اجتماعي إيجابي. عندما ننظر إلى السندات الخضراء في 13 من أكتوبر، الاتحاد الأوروبي طبعا يبقى هو أكبر مصدر لتمويل مكافحة التغير المناخي في العالم، استقبل طلبات ب 135 مليار دولار وجمع 12 مليار دولار. كان لدينا أكبر إطلاق للسندات الخضراء، عائد السندات كان ب 0.4%، والمدة الزمنية كانت على مدى 15 عاما. ننتقل الآن للحديث حول الدول العربية والحكومات العربية وإلى أي مدى نشهد أيضا هذا الزخم في هذه المنطقة تجاه إصدار هذا النوع من السندات. بداية من مصر، وسبتمبر 2020 سبتمبر العام الماضي كان لدينا إصدار ب 750 مليار دولار بمدة زمنية كانت لخمس سنوات. وكيل وزارة المالية الإماراتية صرح لسي ام بي سي عربية بأنه يدرس إصدار سندات خضراء في الفترة المقبلة مواكبة توجه الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر. طبعا الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول في المنطقة العربية التي لديها زخم بما يعنى بالاستثمارات الخضراء وبمكافحة التغير المناخي. كان لدينا أيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية مصادر لسي ام بي سي عربية في شهر يوليو، والتحديث بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يتجه لإصدار أول سندات خضراء في الربع الرابع من العام الجاري. ورئيس المركز الوطني لإدارة الدين السعودي تحدث بأن المملكة تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا، وبالتالي الدول الخليجية الواضح بأنها لديها توجه أكبر نحو ما يعرف بات الآن بالسندات الخضراء.